مس ديفا رياشي معنا اليوم بالحلقه، سينيور كوربريت سيلز بسنشوري موتورز وكالي هيونداي بلبنان. نضوي اكثر اعتراض جديد من مصنع الكوري العملاق بعالم السيارات هو الالانترا. هاي هاي جورج، ديفا شانيلك نحن بالاكثر. اليوم معنا اعتراض حلو كثير عريق جدا بهيونداي هو الالانترا. اتس فاميلي كار كمان فيها تستعمل تكون اكزكتيف كار، وللشباب ما عندها سيجمنت معين لانه شكلها كثير حلو. وعم شوف اليوم ديزاين جديد لها ولا 2019. مزبوط. بس قبل ما نحكي عن الانترا جورج، بدي احكي شوي عن شركه هيونداي، عن الاوردز اللي اخذتها شركه هيونداي بال 2018. اخذت اكثر من جائزه عالميه يلي هن الريد دوت براند اوف ذا يير بالريد دوت اووردز، التوب سيفتي بيك بلس بما انه هيونداي بتركز على السيفتي بكل سياراتها وباستعمال هاي سترينث ستيل، كمان تركيز على استعمال هاي سترينث ستيل، اخذت التوب سيفتي اوورد. وزياده على هيك اهم شيء انه طلعت موست ريلايبل كار بستدي عملته جي دي باور يلي هي شركه امريكانيه على اكثر من براند عالميا، يعني على كل بين كل براند السيارات طلعت موست ريلايبل كار. لهالسبب زادت البراند فاليو تبع هيونداي 3% بال 2018 وصلت ل 13.5 بليون دولار. ممتاز. اوكي، هلا نحن عم نشوف قدامنا السادس جينيريشن من هيونداي الانترا. هذا تريم يلي عم نشوفه هون هو اللكجري بلس 2019. مثل ما بتعرف نحن عنا اكثر من تريم على كل سياراتنا حسب الكلاينت هو شو بده على السياره. صارت اعرض شوي السياره اليوم نشوفها، يعني الانترا صارت مور سبيشس اعرض. وهي الحلو فيها الالانترا انه هي فاميلي كار واندفيدجوال كار بنفس الوقت، تمشي للعيال بما انه السايز تبعها واسع كثير من جوا، واندفيدجوال ان يونج جينيريشن كثير عم بحبوها على سبورتي لوك اللي عندها. هلا نحن هون عم نشوف الباك اوف ذا كار، الليد لايتس من ورا مع السنسور فور سكيورتي اكيد للسياره، فيها كاميرا لتساعد اللي عم يسوق اكثر. عم نشوف على جنب السايد لاينز اللي عطينا فيري سبورتي لوك مع جنوطة 16 اللي فيهم كونتراست كمان كثير حلو كلون، الكروم على الماسكيت وعلى الدي تايم رانينج لايت كمان الاضويه الليد على الميرور سايد ريبيتر. هلا كمان حنشوف الناحيه الاماميه من السياره اللي كثير كثير ملفتة صراحه مع الليد لايتس كنت عم تذكريهم ديفا، وهالاجريسيف لوك خاصه الكروم الموجود عليها، الجريل العريض، الفوغ لايتس موجودين كمان بديزاين كثير كثير حلو. عن جد كثير حلو السياره من الناحيه الاماميه. صح 100%. نحن كثير فيها كل النيو ستايل لايتنج سيستم، اكيد الهيكزاجونال شيب يلي البراند ايدنتيتي تبع هيونداي بكل سياراتها، بروجكشن هيد لامبس، اوتو لايت كنترول، فيها بروجكشن فوغ لايتس كمان، والليد داي تايم رانينج لايت يلي مش بس بيعطيها شكل حلو كمان كسيفتي اذا حدا ماشي بوجهك بيشعك زياده بالسياره، يعني كل انواع الاوبشنز موجوده في بالشكل الخارجي وخاصه من ناحيه اللايتس خاصه الليد موجودين. بننتقل معك نحكي اكثر عن الداخل، ابرز الاوبشنز موجودين بسياره الالانترا. عم ننتقل لداخل الالانترا. عم تشوف اول شيء البانوراميك سان روف، فتحه بالسقف حلوه كثير، بانوراميك جلاس باور سان روف. باور سان روف مثل ما عم تشوف جورج، انتيريور تبع الالانترا كثير مميز. اهم شيء فيه انه سياره كثير واسعه مثل ما قلنا عائليه، فيها تكون بتساع خمس اشخاص كثير مرتاحين. الاي سي بالسياره من قدام ومن ورا فيري باورفل، واهم شيء انه الاي سي ما بياثر على الانجن ابدا. عندنا بالهيونداي الاوتلت تبع الاي سي مفصول عن الانجن تبع السياره. ال8 انش تاتش سكرين يعني كثير بتريح للاستعمال وشكلها كثير حلو، واكيد فيها كل المالتي ميديا سيستم من النافيجيشن للبلوتوث لل سي دي ام بي 3 ايو اكس يو اس بي، كل شيء خاص بالموسيقى. بتقدر تختار انواع التليفونات كان اندرويد ولا ابل. صح، درايف مود سيلكشن يلي عم نشوفها هلا، الدرايفر بيقدر هو ينقي اي مود بحب من النورمال للايكو للسبور. اوكي. كمان الباور الاوديو ستيرنج كنترول يعني بيتحكم من كل شيء من الديركسيون، هيك بيكون مرتاح هو وبالسواقه تبعه. الانتيريور لايتنج كمان تبع السياره، اهم شيء بالهيونداي انه بنركز دائما على السيفتي، دول اير باجز اي بي اس اي بي دي، هلا بنفسر كمان عنهم بعدين اكثر. فور باور ويندوز، مريتها كهرباء اكيد بيسكروا على الكهرباء، وهيتد ميررز، فيها رين سنسرز، ومثل ما قلت انت باور سان روف كثير حلوه كمان. ممتاز. لكن فولي لودد السياره من من جوا. بدنا نشوف هلا كمان نحكي عن المحرك بالفقره التاليه. تابعين حديثنا مع ديفا عن الهيونداي الانترا. بعد ما انتقلنا وحكينا عن الداخل، صار الوقت نحكي عن محرك السياره.
محركين او محرك واحد اليوم؟ محركين بيجي على الالانترا، واحد هو ال 1600 سي سي والثاني هو ال 2000 سي سي، 123 اور 156 هورس باور، اثنيناتهم فيري باورفل، والفيول افشنسي مثل ما بنعرف عن كل سيارات الهيونداي مصروفها كثير حلو كبنزين. اهم شيء نحن هلا بس بدي ركز على شغله، الهيونداي كثير عم تركز على الهاي سترينج ستيل مثل ما نحن قلنا، سو موجود بنسبه 53% بالالانترا، هذا الشيء اللي بيريح الزبون اكثر وبياكد قد ايه سيف هيدي السياره. من السيفتي فيتشرز يلي حكينا عنهم جورج كمان موجودين بالسياره هن دول اير باجز اي بي اس واي بي دي، يلي هن كل السكيورتي سيستم بتركز عليه هيونداي دائما يكون موجود بسياراتها. يعني من ناحيه سيفتي مرايحين بالنا على الاخر، سياره باورفل كمان، اوبشنز كتار من الداخل وشكل كتير كتير حلو خاصه لل 2019 الانترا. بدنا نشوف كل شيء حكينا عنه اليوم ستارتنج برايس للسياره الحلوه بالسوق اللبناني. يعني ديفا اليوم عملتنا جوله شامله على السياره وحكينا على الاووردز اللي اخذتها هيونداي عالميا كمان، بس هلا بدنا نشوف الستارتنج برايس. جورج هيدي السياره ببلش سعرها هلا على الاوفر 18700 مسجله خالصه، لاول مره بينزل سعر الالانترا لهيدا البرايس، وعم نعطي زياده على هيك كاش باك بين 300 و500 دولار زياده على الاوفر اللي عاملين على الالانترا. نحن بنشجع كل الناس يجوا يجربوها للسياره لان سواقتها اتس فيري سموث مثل ما عودتنا هيونداي، والالانترا كثير معروفه بهيدا الشيء، سواقتها كثير مريحه، وكمان ليجربوا قد ايه واسعه الالانترا الجديده. وبنفس الوقت نحن عندنا اكثر من 21 شهور بلبنان، اكبر شوروم نتورك بلبنان. بنرجع بنذكر انه نحن عندنا لبنانز بيست وارنتي اللي هي على 6 سنين او 120,000، واكيد نحن بنشجع كل الكلاينتس يتابعونا على الفيسبوك وعلى الانستغرام ليأخذوا اخر اوفرز عنا. شكرا لك ديفا، ميرسي جورج. بحلقات مقبله بكره تابعونا مع سياره جديده مشاهدينا اكيد على ام تي في. الى اللقاء.